نبدأ مع المشاركة بتاعك. سعدت كثير بالمشاركة في صالون الثقافة والفكر والفنون، وأظن أني فرصة هامة لأنه الموضوع عنده أهمية قصوى، خاصة في الحالة اللي نعيش فيها اليوم تونس. موضوع الوطنية، موضوع المد التضامني، موضوع حب الوطن، هذه مواضيع هامة اللي مبدئيا هي من دور المنظومة التربوية، ولكن مع الأسف لا نجدها بالتواجد الحقيقي والهام في برامج المنظومة التربوية. لذلك حاولت عبر التشخيص لما هو موجود اليوم في على مستوى المنظومة التربوية، حاولت باش نعطي بعض الأفكار، أفكار خاصة تهم حول مسائل الإصلاح. وقلنا أن مسائل الإصلاح تمر حتما بمقاربات جديدة، سواء كان ذلك على مستوى التفكير في إصلاح البرامج، وإلا في التصرف في الشأن التربوي والتصرف المالي. ونعرف الصعوبات المالية الكبيرة اللي تعيشها اليوم وتجابها اليوم المنظومة التربوية. وحدثت أيضا على وجوب أنه نأخذ بعين الاعتبار الثورة الرقمية اللي تعيشها البشرية اليوم، واللي مبدئيا حقها تونس هي من أول الدول اللي ترفع علم التطور والتنمية في هذا المجال، ومع للأسف تأخرنا وتأخرنا كثير. إذن هذه التحديات هي تحديات تبني وتعطي الإمكانية لأبنائنا وبناتنا باش يتحلاو بك الأكل ولاء لتونس، الوفاء لشهداء الوطن، باش يعرفوا اللي الانتماء لهالدولة وهالبلاد هذه راهو شرف كبير ياسر، وبش ربما يطور العقليات، مش معاش نشوفوا هالخطابات هذه التي تشجع على مغادرة البلاد وتشجع على التشاؤم. قلنا يلزم نعاودوا نبنيه من جديد تونس أخرى، اللي تمكن كل تونسي عنده طموحات باش يرجع له الأمل، وباش يكون في المستوى في مستوى الطموحات اللي هو يتمناها لنفسه وبطبيعة الحال يتمناها للبلاد. شنو الأولويات اللي تراها حسب رأيك بالنسبة للحكومة هذه تأخذها بعين الاعتبار في الفترة القادمة؟ فتح حوار جاد وسريع في مجال الإصلاحات الكبرى، وخاصة منها الإصلاح التربوي. يلزم اليوم تصير حركية في البلاد اللي تمكن المربين، التلامذة، المجتمع المدني، كل ما يحوم حول المنظومة التربوية تمكنوا باش يعبر بكل صراحة وبكل ثقة في يعبر على مشاعره، يعبر على توجهاته، يعبر على ما يتمناه من إصلاحات المنظومة التربوية هذه، باش نوضعوا استراتيجية حقيقية على الخمس سنوات القادمة لإصلاح المنظومة التربوية. هذا هو الحاجة الأساسية اليوم اللي يلزمنا نركزوا عليها. شكرا دكتور.